بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله نهدى في هذا الفيديو الجميل، هنوريكم هذا الشبت والبقدونس والبصل ومنظرهم الجميل، وهنقول لكم شوية معلومات عنهم. طبعا بس قبل بداية هذا الفيديو، أول حاجة أطلب منك أن تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن تضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وغريب في هذه الطبيعة الخضراء. زي ما شايفين حضراتكم، دي منظر الشبت والبقدونس والبصل، حاجة في قمة الجمال وقمة الروعة. زي ما شايفين ده منظر البصل، وده الجدر بتاعه، حاجة جميلة جدا وحاجة روعة. بسم الله ما شاء الله. ده منظر الشبت والبقدونس والجرجير، حاجة جميلة وحاجة روعة، حاجة في قمة الجمال وقمة الخيال. زي ما شايفين ده منظر البصل ومنظر الجرجير والشبت والبقدونس. ده الشبت يعني حاجة جميلة جدا وحاجة روعة، حاجة في قمة الجمال وقمة الخيال. ده منظر الجرجير، الجرجير ده بيتاكل على طول، يعني تجيبه كده اهو وبتاكله، حلو جدا جدا. يعني لازم الجرجير ده مفيد جدا جدا للمعدة، والبصل ده برضو مقوي جدا جدا للمعدة، يعني بيقوي المعدة وبيفيدها، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا برضو البتاع ده برضو كذلك، الشبت ده اسمه الشبت، حاجة يعني مفيد جدا جدا اهو. ده منظر الشبت او البقدونس زي ما شايفين حضراتكم، وده منظر الجرجير. طبعا الجرجير ده مقوي للمعدة ومفيد للسكر والسرطان، بيقولوا مقوي الكلام ده كله، يعني مفيد يعني ليهم زي ما شايفين. يعني والله حاجة حبيت اوريكم برضو هذا المنظر وهذا المكان، هذا الجميل والروعة الذي مزروع فيه الشبت والبصل والبقدونس. زي ما شايفين هذا البصل، حاجة جميلة وحاجة روعة، حاجة بسم الله ما شاء الله. هذا الشبت وهذا البصل، حاجة جميلة جدا وروعة، حاجة قمة الجمال وقمة الروعة. زي ما شايفين يعني والله حاجة جميلة جدا وروعة. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. زي ما شايفين ده منظر الشبت والبقدونس والبصل. بس كده هنا تكون نهاية هذا الفيديو. لو عجبك الفيديو وعجبك منظر هذا الطبيعة، ولو احتجت اي حاجة هذا اكتب لي في التعليق. وبس كده هتكون نهاية الفيديو. لا تنسى ان تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه الطبيعة الخضراء. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم عبد الرحمن عادل من محافظة الوادي الجديد. وبس كده، لو شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.